نملك 50% من شركة سولارا كاربنتري، تصنيع بحريني، شلون نقدر نساعدك؟ الفينيوز اللي انت تقدر تدخل فيها شاحنات بيع تجزئة، تصليح سيارات، تبديل تواير. انا بطور لك المنتج، المنتج اليوم بدائي، انا بكنسل هذا. تبي يدخل لك سيولة وانت الحين طاقتك الانتاجية 1000 وبعت بيها 1200، لو تبي تنتج 7000 راح تشتغل بعد 7 شهور بس في السنة. لو انت طالب تقييم معقول يبين ان في استدامة، قاعد اشوف ان الشركة بتتطور، عندكم خطة معينة، بس بهذه الطريقة اضرب واهرب شوية صعبة. انت ما تحتاج مستثمر، انت تحتاج كريدت ليمت لاينز فروم يور سبلايرز. If you need someone to guide you and to plan it with you, we are here. باب مفتوح، لا تسكر. درب صعب، زين، بس متأكد يعني أنا أشوف فيك كل المقومات اللي المصنع البحريني يحتاجها.